بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم دكتور تامر حسن، أستاذ مساعد بكلية الأعمال جامعة الملك خالد. إن شاء الله هنستعرض مع بعض مقرر الرياضة المالية واللي موجود على قناة المقررات المفتوحة بجامعة الملك خالد. وهذا المقرر هيستعرض بعض الموضوعات الهامة اللي بتخص السوق المالي، وهي المؤسسات المالية زي البنوك أو أي مؤسسة مالية. هتتكلم في جزئين، جزء اسمه الفائدة البسيطة وجزء اسمه الفائدة المركبة. الجزئين تقريبا بيتكلموا عن نفس المواضيع، ولكن كل واحد ليه قوانينه الخاصة به اللي بتحسب هذه الفوائد وهذه المعاملات المالية. هنستعرض في هذا المنهج ازاي اتعامل مع البنك، سواء اذا كنت اودع في البنك مبالغ لاستثمارها، او بقترض من البنك، او باخد منه تمويل شخصي، او باخد منه تمويل سيارة او تمويل منزل. هنعرف ازاي نسدد للبنك بطرق مختلفة، اذا كنت بسدد له المبلغ كاملا او بسدده له اقساط. طب لو اتأخرت او تعثرت ايه اللي هيحصل؟ طب لو دفعت مبكر ايه اللي هيحصل؟ هنستعرض الحاجات دي كلها في الجزئين اللي هي الفائدة البسيطة والفائدة المركبة. ولكن تتطلب هذه المادة ان يكون لدينا خلفية جبرية، يعني لازم يكون نعرف ازاي نحل المعادلات ونتعامل مع الرياضة، وهي طبعا شغلة آلة حاسبة بيساعدنا، ولكن برضو لازم يكون في خلفية رياضية. وإن شاء الله نلتقي على خير في شرح الفيديوهات في القناة، قناة المقررات المفتوحة لجامعة الملك خالد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.